اهلا بكم اعزائي المشاهدين في درس مهم جدا، لان مفيش مستخدم للكمبيوتر اضطر ان هو في يوم من الايام يعمل فورمات سواء للهارد ديسك او الفلاش او الكارت ميموري، لكن للاسف مستخدمين كتير جدا بيروح للحاجه اللي هم عايزين يعملوا لها فورمات، التك رايت كليك وبعد كده فورمات وستارت على طول، ويهمل الحته دي ما يشوفش الفرق بين نظام الملفات ده وهو هيعمل فورمات باقي ايه، لا بيعملها زي ما هو. فانا ان شاء الله في الفيديو ده هوضح الفرق بين ان تي اف اس وفات 32 وفات 16 واي اكس فات، وكمان الاختصارات دي بترمز لايه وانه نظام منهم هو الافضل، ويعني ايه اصلا فورمات. ولو حد لاحظ ان هو ما بيحط ملف على فلاشه ويروح للخصائص بتاعته بيديله اتنين سايز، ساعات بيبقوا الاتنين دول متشابهين وساعات بيكونوا مختلفين. كل المعلومات دي ان شاء الله هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. الفورمات ده عبارة عن اني بعمل مسح او اعادة تهيئة لكورس صلب او فلاش بهدف ان انا احط عليه بيانات جديدة او نظام تشغيل، فلما اجي اخزن على اي ملف الملف ده بيتخزن في خانات، كل خانة بتسمى كلاستر، وحجم الكلاستر ده بيختلف من نظام للتاني. وده اول فرق، ان هو في ال NTFS بنلاقيه 4 كيلو بايت، في الفات 16 64 كيلو بايت، انما في الفات 32 بيبقى 16 كيلو بايت. فهتقولي لي هو ده يفرق في حاجة؟ هقول لكم اه طبعا يفرق، وانا عملت لكم هو شكل كروكي كده عشان نفهم مع بعض ببساطة. نفترض كده ان احنا عندنا ملف حجمه 20 كيلو بايت وعايز اخزنه على فلاشة من نظام فات 32 اللي حجم الكلاستر فيها 16 كيلو بايت، فهيجي الملف اللي هو 20 كيلو بايت ده 16 منه هيخش في اول كلاستر، هيتبقى منه 4 كيلو بايت هيخش في الكلاستر التاني. طب تمام، في كده اتبقى المساحة الفاضية في الكلاستر دي فاضية. طب لما نيجي نحط ملف تاني بعديه هيبدأ ان هو يخش عليها؟ لا، لان الكلاستر بيتكتب عليه مرة واحدة بس، ما ينفعش يتكتب عليه تاني. انما لو جينا نفس الملف ال 20 كيلو بايت ده ونحطه فلاش بس من نظام NTFS، فهيجي كل 4 كيلو بايت يخش في واحد كلاستر، لان الكلاستر واحد بياخد 4 كيلو بايت بس، فهيبقى ان هم هيترصوا بالطريقه دي، مش هيبقى اي كلاستر فاضي. وحتى نفترض ان في 1 كيلو بايت مثلا، لو كان الملف ده حجمه 21 كيلو بايت، ففي كلاستر هيخش فيه 1 كيلو بايت بس ويبقى 3 كيلو بايت فاضي، فدي مساحه صغيره جدا عكس الفات 32 والفات 16 بيبقى فيهم مساحه اكبر مقارنه بالمساحه اللي بتبقى في الاثنين التانيين. وده يفسر لنا الشاشه اللي وريتها لكم في بدايه الفيديو. فلو رحنا على الفيشه اللي اسمها احمد جمال دي حليها بنظام NTFS، بينما الفلاشة اللي جنبها دي بنظام فات 32. فلو دخلنا فيها هنلاقي ملف اسمه 5000 فورز، رايت كليك عليه والروبرتس، هنروح نلاقي فيه 2 سايز اهو، 1 2 84، وده الحجم الاصلي بتاعه، انما المساحه اللي هو اخدها في الفلاشه دي فهي 2 87، اكبر من المساحه بتاعته عشان الفلاشه دي بنظام فات 32. ففي كذا كلاستر اثناء تخزين الملف ده اتبقى جزء منهم فاضي، عشان كده ادى ان هو اخد مساحه اكبر من المساحه بتاعته. على عكس لو رحنا للفلاشه الثانيه بنظام NTFS ونفس الفايل اهو 5000 فورز، وهو مكتوب السايز 2 84، والسايز اون ديسك برده المساحه اللي واخدها 2 84. اتمنى تكون النقطه دي كده وضحت لكم. فلو نيجي بقى للاختصارات بتاعتهم، ففات دي اختصار لفايل اللوكيشن تيبل، ودي اقدم انظمه الملفات والاكثر انتشارا. كان الاول فات 16 بحجم 64 كيلو بايت للكلاستر، وبعد كده اتطور لفات 32 بحجم 16 كيلو بايت للكلاستر. بس للاسف في 3 عيوب، اولها انا ما ينفعش اخزن عليه ملف باكبر من حجم 4 جيجا بايت، تاني حاجه ان الامان والسريه والتشفير فيه قليلين جدا، وتالت حاجه ان انظمه التشغيل الحديثه ما ينفعش تتثبت على بارتيشن معمول له فورمات بنظام فات. طب انا استخدمه امتى؟ ان انا اعمل فورمات بيه الاقراص القابله للازاله عشان تشتغل على اكبر عدد ممكن من الاجهزه، في حاله ان انا مش عايز انقل عليها فايل باكبر من حجم 4 جيجا بايت. وان شاء الله هبقى انزل درس احل فيه مشكله ان احنا ازاي ننقل فايل بحجم 4 جيجا بايت للفلاشه اللي بنظام فات 32 باكتر من طريقه وبشموليه تامه باذن الله. اما NTFS فهو اختصار لنيو تكنولوجي فايل سيستم، ويعتبر الافضل والاحدث واحد فيهم، وبتدعمه انظمه التشغيل الحديثه XPU 7 و8 و8.1 و10. وعلى عكس الفات بقى فهو الافضل لتثبيت الانظمه الحديثه، ونقدر نخزن عليه ملف باكبر من حجم 4 جيجا بايت، وفي امان وسريه تامه واكثر استقرارا من الانظمه الثانيه. حجم الكلاستر فيه 4 كيلو بايت، وشرحنا في اول الفيديو ليه هو افضل من الفات في النقطه دي. اما يعتبر اهم عيب فيه هو عدم توافقه مع انظمه التشغيل القديمه. واخر حاجه وهي EXFAT، وهو اختصار لي اكستندد فايل الوكيشن تيبل، وده مصمم بحيث ان هو يكون نظام ملفات خفيف زي فات 32 وبمميزات اللي موجوده في NTFS، بل كمان ان هو بيتوافق مع انظمه التشغيل اكتر من NTFS. ولكن بالرغم من كده فمنصه مايكروسوفت للالعاب اكس بوكس 360 ما بتدعمهوش، على عكس اكس بوكس 1 بتدعمه، وبلاي ستيشن 3 برضه ما بيدعمهوش، انما بلاي ستيشن 4 بتدعمه. طب ايه هو الاستخدام الامثل ليه؟ في حاله ان انا عايز ان فايل على قرص خارجي حجمه اكتر من 4 جيجا بايت، بس في حاله ان الجهاز التاني ما بيدعمش الاي اكس فات، فهضطر ان انا اعمله بالفات 32. ده كان ببساطه الشرح بتاع النهارده، وحاولت اجمع كل الفروقات على قد ما اقدر. ولو في حد يقدر يفيدني معلومه او فرق انا ما قلتهوش يقوله لي في الكومنت تحت الفيديو، ولو في اي حد عايز صراحة حاجة في الفيديو برضه يسألني عليها. أما أخيرا ما تنسوش دعمي بعمل سبسكرايب في الدائرة اللي تظهر قدامكم دي، وتفعيل زر الجرس للوصول لجميع الإشعارات الجديدة، والسلام عليكم.